يا سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية رقم 24 في العاصمة الصينية بكين، بجانب طبعا رئيس الصيني شي جين بينغ وتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وعدد من رؤساء الدول والحكومات. زيارة مهمة وزيارة استثنائية. خلونا نقرأ مع حضراتكم أهمية هذه الزيارة مع الدكتور جياد رعد خبير الشؤون الصينية اللي موجود معانا دلوقتي. صباح الخير عليك يا دكتور. اهلا، صباح النور. يا اهلا بحضرتك. دي الزياره السابعه للرئيس عبد الفتاح السيسي الى الصين، وزياره مهمه. بنتكلم في 22 من قاده دول العالم بيشاركوا في هذا الافتتاح. اهميه مشاركه الرئيس في افتتاح كهذا، وبعد كده هنتكلم مع حضرتك عن طبيعه العلاقات ما بين الدولتين. يعني اهم نقطه في وجود الرئيس السيسي هنا عند افتتاح الألعاب الأولمبية هو تغيير الصورة النمطية. يعني أنا بالأساس أنا عربي، وبالتالي حتى بالنسبة لي كعربي أنا كان لدي صورة نمطية عن أي رئيس مصري وعن مصر بشكل عام بأنها لا تخرج من الصف الأمريكي. وهذا أمر يعني يوم أمس وصول السيسي إلى بكين كان أمرا مميزا للتغيير، لإزالة هذه الصورة النمطية عن أن مصر ملتزمة بالصف الأمريكي. يعني نحن نعرف أن بعض دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية قررت المقاطعة السياسية وتشويه الصورة السياسية لتلك الألعاب، في حين أين الرئيس السيسي وولي عهد أبو ظبي وولي عهد السعودية يأتون إلى بكين. وهذا يعني هذه من بالنسبة لي هذه المرة الأولى التي أرى فيها هذه الدول مصر والمملكة السعودية والإمارات المتحدة تأخذ قرار بالخروج من الصف الأمريكي، وهذا مؤشر إيجابي جدا أن شيء كبير قد تغير في هذه البلدان، وأن رؤية رئيس أو ولي عهد أو أمير عربي أو رئيس عربي رؤيته لمستقبل بلاده واختياره أو كيفية وضعه لمخطط التحالفات من أجل مستقبل بلاده ليس أمرا مستورد من الخارج، إنما يأتي بقرار وطني داخلي. صحيح يا دكتور جاد. ويعني مسألة أنه وجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصين الآن وما يحدث ما بين الصين والولايات المتحدة من جهة، وما يحدث ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا من جهة أخرى، كيف يدعم هذا الوجود المصري في الصين العلاقات، سواء العلاقات السياسية أو الاقتصادية على حد سواء؟ كيف يدعم العلاقات السياسية؟ يعني أنا قلت أنه لمجرد أن يأخذ قرار مخالف للقرار الأمريكي ويأتي، هذا يعني أن هذه القرارات أصبحت صناعة وطنية، وهذا أمر نأمل منه مستقبل أكثر إشراقا لمصر وشعبها. من الناحية الاقتصادية، يعني أنا منذ بضعة أشهر عندما حصل مشروع العمل المشترك وقامت شركة نصر للسيارات بإنتاج سيدان موديل E70، يومها يعني كان هناك خطوة، كان حديث عن خطوة ثانية تتعلق بعمل مشابه للباصات. وعندما أصبحت سيارة E70 في السوق ولم يأتي مشروع الباص إلى التنفيذ، أنا يومها اعتقدت أن هناك موضوع معين له علاقة بتأثيرات السياسية الأمريكية على السياسة المصرية. أنا اعتقدت أن هناك أيادي أمريكية تلعب في ذلك. ولكن عندما حصل يوم أمس وأتى الرئيس المصري، أنا كنت أسأل بعض الأشخاص، يعني أنا قلت لهم الأشخاص الصينيين هم يعني من الذين عملوا على ذلك المشروع مع شركة نصر، أنا قلت لهم ما حدثتكم به الآن، وهم أجابوني أن اعتقادي خاطئ، وأن المشروع الخطوة الثانية هو فقط بانتظار مخطط مصري، لأن الخطوة الثانية هي تتعلق بباص، ولكن الحكومة المصرية الوزارة المعنية تقوم بدراسة إذا كان ذلك الباص سيعمل بالفيول أويل أو وضع خطة أكبر من ذلك لتدخل مصر بشبكة من الباصات تعمل بالطاقة الكهربائية. وبالتالي التأخير في الخطوة الثانية ليس تدخل أمريكي، إنما افتاحا للوقت لدراسة حكومية وطنية مصرية لاتخاذ قرار كبير في ذلك المجال.
هذا يعني هذا يعطي يعني هو مثال، ولكن هذا المثال يعطي صورة واضحة عن مجالات التعاون. ونذكر تعاونات أخرى بحاجة إلى قرارات سياسية كبرى. نحن نعرف مثلا أن القناة الموازية في السويد فيها جزء كبير من الأعمال هندسية صينية، يعني هي قامت به شركات مصرية وتنفيذ مصري، ولكن كان هناك دراسات صينية كثيرة. عظيم. أيضا هناك مجال التعاون في مجال الطاقة، أيضا هذا قرار سيادي لأنه ليس فقط مصر، مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة لعدة عقود كانوا ينتظرون أو كانوا يعيشون في وهم أن هناك قطاع. عظيم. زي ما حضرتك قلت في تعاون في مجال الطاقة وفي تعاون في قطاع الطاقة. عظيم. وفي مجال الفضاء وغيرها وغيرها من المجالات، بنتكلم عن 6 زيارات فاتت لحضور قمم مهمة، البريكس، قمة اقتصادية، قمم تعنى بدعم الاقتصاد ما بين الصين والقارة الأفريقية، منتدى الحزام والطريق، حتى وصلت العلاقات ما بين مصر والصين إلى علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة. عايزين نوضح للناس أكتر يعني إيه شراكة استراتيجية شاملة. الشراكة الاستراتيجية الشاملة هذه هي يعني هي مرتبة من التعاون تقوم بها دولة معينة بالالتزام توريد مواد معينة للصين، وبالمقابل تقوم الصين بالالتزام بمشاريع حيوية بحسب حاجات بحسب ما تطلبه الحكومة الأخرى الثانية. وبالتالي يعني هذا سبق وتم التوقيع في الشرط الأوسط، هذا تم توقيعه الدولتي العراق وإيران. العراق يقوم بإمداد الصين لعشرين عاما بالنفط، في حين أن الصين تقوم ببناء 100,000 مدرسة و 150,000 مدرسة و 50,000 مستشفى، ولا أذكر الأمور الأخرى. ولكن هذا النوع من الاتفاقيات هو ما يتم تحضيره مع مصر. هناك العديد من المواد الأولية التي ممكن لمصر أن ترسلها مصر إلى الصين، وبالمقابل هناك مشاريع اقتصادية حيوية سوف تطلبها حكومة مصر من الحكومة الصينية ليتم تقديمها مجانا. يعني هو نوع من التبادل الاقتصادي، ولكن دون دفع مال نقدي، يتم دفع ثمن هذه المواد بمشاريع حيوية تطلبه الحكومة المصرية، ولكن هي مشاريع بمقاييس كبيرة جدا. يعني أنا أعطيت مثل العراق 150,000 مدرسة. صحيح. الدكتور جاد رع خبير الشؤون الصينية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا على التليفون.